خلصوا الحرب، يكفي دمار، خلصوا الحرب، خلصوا الحرب. شهر ثالث من القتل والدمار والتشريد ينتظر سكان قطاع غزة بعد الفيتو الأمريكي الذي أفشل محاولة مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في القطاع المنكوب والمحاصر، ما أثار موجة انتقادات دولية وعربية واسعة. This is a terrible day for the Security Council. Let me repeat, this is a terrible day for the Security Council. الفيتو الأمريكي خيب أمل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين والجرحى، وانتقدته دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر، ووصفته منظمة أطباء بلا حدود بأنه تصويت ضد الإنسانية ويجعل أمريكا متواطئة في المذبحة الجارية في القطاع. أما الصين فاتهمت أمريكا بالنفاق. 一边纵容战事延续，一边主张防止冲突外溢，这是自欺欺人的。一边纵容战事延续，一边把保护妇女儿童、保护人权挂在嘴边，这也是极其虚伪的。 وصوت 13 دولة من الدول 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت. مندوب أمريكا اعتبر مشروع القرار منفصلاً عن الواقع ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدماً على الأرض، وأيده المندوب الإسرائيلي الذي اعتبر حماس السبب الجذري للوضع في غزة.